دلوقتي هروح مع حضراتكم لتقرير عن وزارة الداخلية وفعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أعلنت مد فعالياتها لمدة شهرين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة وتحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة وبنسب تخفيض تصل إلى 60% عن مثيلتها خارج إطار المبادرة في كافة المنافذ والسلاسل المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. ما زلنا مستمرين ومشاركين في مبادرة كلنا واحد اللي ما زالت مستمرة وموفرة كل البضائع الاستراتيجية وبأسعار مخفضة، وفي إقبال كبير من العملاء عليها. والله هي مبادرة ممتازة، وأحسن حاجة إن الأسعار بتاعتها أقل من بره بكتير، وطبعا جودة المنتجات عالية، والحمد لله إن معظم السلع متوفرة خصوصا السلع الأساسية. الأسعار هنا أسعار رخيصة جدا، متوفرة هنا كل السلع. أنا مبسوطة جدا من الأسعار، وده سهل علينا حاجات كتيرة جدا في شراء المنتجات. يا وجودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتشهد السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة رواجا كبيرا في ظل إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم مستفيدين من التخفيضات، حيث وصل عدد السلاسل المشاركة فيها إلى 28 سلسلة تجارية ب 1211 فرعا تابعا لها على مستوى الجمهورية. المبادرة خلت عندنا إقبال غير عادي على كل منتجاتنا في كل فروعنا. التجربة أثبتت إن المبادرة ليها دور فعال جدا في ضبط السوق وضبط الأسواق ورفع العبء عن المواطن البسيط. المبادرة موفرة كل حاجة، الأسعار في متناول الجميع. بصراحة هي حاجة جميلة جدا جدا في غلو طبعا اللي احنا فيه، بس المبادره موفره كل حاجه واحنا مرتاحين جدا. انا عن نفسي شخصيا بشتري منها كل حاجه. بنشكر سياده الرئيس على المبادره الجميله دي، ويا ريت تتمد اكتر واكتر، وانا بستفيد منها واستفدت منها كتير. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. ومع حرص وزارة الداخلية على مد فعاليات المبادرة لتستمر شهرين إضافيين بدءا من نهاية شهر رمضان المبارك، فقد أشاد المواطنون بهذا الدعم المتواصل من الوزارة لهم وبما توفره المبادرة من سلع ذات جودة عالية في المنافذ والمعارض المشاركة فيها، حيث أقامت الوزارة 4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات. طبعا حاجة جميلة جدا ان المبادرة تمدت شهرين اضافيين، دي فرصة كويسة. اللي ما استفادش من المبادرة الاولى لما تمدت شهرين اكيد لفتنا انتباهه اكتر، وقدر ان هو يستفيد من السلع المتوفرة باسعار كويسة وبكميات كبيرة. سيادة الرئيس نشكره ان هو مد لنا لمدة شهرين كمان، وريت المبادرة تفضل ممتدة على طول عشان نستفاد بيها، والحمد لله بنيجي نلاقي كل الحاجات موجودة كلها ومفيش اي حاجة ناقصة داخل المكان. في السياق ذاته تستمر مشاركة منظومة امان في المبادرة بتوفير السلع بتخفيضات كبيرة في 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. خطوات كبيرة تخطوها وزارة الداخلية في دعمها للأسر المصرية، لا سيما تحت مظلة مبادرة كلنا واحد وما توفره من احتياجات أساسية ومعروض متنوع من كافة أنواع السلع على مستوى الجمهورية. هكذا تتوفر كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في المنافذ والسلاسل والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.